تعودنا نحن كل نهار سبت نروح عبر اتصال هاتفي للمتنبئ الجوي حسان الجردي لنعرف كيف حيكمل طقسنا بهذا الاسبوع. مثل ما قلنا بداية صباحنا بلشنا هيك نشعر بنسمات باردة من الامس، وان شاء الله هيك تكفي معنا. بدنا نروح فورا لعند الاستاذ حسان. سعد صباحك. صباح الخير، صباحك يا هلا. وصباحك استاذ حسان، يا ريت هيك تحطنا بالصورة العامة لحالة الطقس خلال هذا الاسبوع. تكرم عينيك، صباح الخير لك لزميلتك للاخباريه السوريه فريق العمل. خلينا اول شيء نقول لكم كل عام وانتم بخير مع بدايه فصل الصيف. انت بخير. هلا نحن باليوم الثاني من فصل الصيف الانقلاب الصيفي، كان نهار الخميس الماضي 20/6 بدايه الانقلاب الصيفي يعني فلكيا ورسميا. هلا نحن مستمرين بفصل الصيف وهذا الجزء الاول، والحمد لله بدايه موفقه لفصل الصيف. تغيرات على الحاله الجويه خلال هذا الاسبوع، بلش معنا فصل الصيف باجواء معتدله بدايه هيدا الاسبوع، عم تتحول منتصف الاسبوع الى اجواء صيفيه عاديه نهايه الاسبوع، عم تكون اجواء حاره نسبيا. هلا بشكل عام الكتله الهوائيه شبه المداريه الحاره التي اثرت على المنطقه خلال الفتره الماضيه وادت الى ارتفاع بدرجات الحراره واجواء شديده الحراره، الحراره بالمنطقه الشرقيه خلال الفتره الماضيه تجاوزت ال 45 درجه، وبالعاصمه دمشق وبعض المناطق الداخليه كانت بين 42 لل 44 درجة، بينما كانت درجات الحرارة بالساحل السوري والمرتفعات الجبلية أقل ما يمكن، لكن مع رطوبة كانت عالية جدا، كان الإحساس والشعور بدرجات الحرارة أكبر مما هو بالواقع. أما هيدا الأجواء مختلفة تماما، خاصة نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المتراسق ضعيف بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. هلا بشكل عام اليوم في انخفاض على درجات الحرارة، حرارة رغم الانخفاض بتضل اعلى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئوية بمعظم المناطق والمدن على امتداد الجغرافيا السورية، والجو حار نسبيا وبين الصحو والغائم جزئيا. بشكل عام اجواء سدينية مغبرة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية، بالليل عم تكون الاجواء اكثر انتعاشا ولطافة خاصة المناطق الجبلية والمرتفعات العالية. هلا نهار بكرة رح يكون الانخفاض اكثر وضوحا، ورح تكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها بمختلف المناطق، والاجواء صيفيه عاديه بشكل عام الى صيفيه معتدله، ورح يكون الطابع الاعتدال على الاجواء نهار بكره افضل بكثير، وخاصه بالمناطق الجبليه، المناطق الساحليه، بعض المناطق الداخليه، والاجواء بين الصحوه والغائمه جزئيا بشكل عام، مع فرصه لهطل زخات خفيفه عشوائيه الحدوث محليه من المطر بالمنطقه الساحليه، اجزاء من المنطقه الوسطى والشماليه ومرتفعات القلمون. هلا الهطولات تكون غزيره بعض الاحيان مصوبه بالعواصف الرعديه خاصه بالمنطقه الساحليه باجزاء من المنطقه الوسطى والمرتفعات الجبليه، كما تبقى الاجواء السدينيه المغبره مستمره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه، فرصه الهطول بتضل مستمره نهار الاثنين ولكن بمنطقه الجزيره وبالساحل السوري، والحراره في يوم الاثنين بتضل قريبه من المعدل او اعلى من المعدل بخليل، كما تستمر الاجواء الصيفيه المعتدله والعاديه حتى يوم الاثنين. الرياح بشكل عام عم تكون غربيه الى جنوبيه غربيه بين الخفيفه والمعتدله، مع هبات عم تتجاوز بعض الاحيان 55 كيلو متر بالساعه. نعم. والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، درجه حراره مياه البحر 26 درجه. هلا بشكل عام تستمر معنا هيدي الاجواء حتى يوم الثلاثاء، بتكون اجواء صيفيه عاديه، بعدين ترجع الحرارات ترتفع من جديد من الثلاثاء، وبتستمر معنا بالارتفاع حتى نهايه هيدا الاسبوع، حتى تصبح الحرارات نهايه الاسبوع باذن الله رح تكون الاجواء حاره نسبيا، وحرارات من 4 ل 6 درجات مئويه اعلى من المعدل.